بسم الله، ماشيين في جولة سياحية في البرنامج دوت. ودلوقتي وصلنا لفين؟ حضرتك وصلنا لسيستم براوزر. سيستم براوزر ده موجود في انالايز، بدوس عليه بيظهر لي قائمة أسئلة أي حد شغال في البرنامج. هخفي ديت عشان تظهر بس معايا بوضوح. بلاقي عندي هو أساس السيستم اللي موجود، ميكانيكال بايبنج الكتريكال. الميكانيكال هو الفيزيكال سيستم، لأن ده هنا شغال شغل تكييف، فبعلم على الميكانيكال. بلاقي هو عامل لي نظام السبلاي اير، بدوس عليه بلاقي فيه كذا في في. تمام، لو انا اشوف الفي في دي في اي مكان بدوس عليها كليك يمين واقول له شو. تمام، جاب لي عمل لي زوم عليها وبيقول لي انت عايز تشوفها في ديفرنت فيو ولا لا. اقول له كلوز واشوفها دلوقتي اهي. طب لو هي مش واضحه هنا وعايز اشوفها مثلا في سيكشن في اليفيشن، بدوس كليك يمين واقول له شو 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 عزب شو، فبيجيبها لي في الاليفيشن اهوت. بس لو انا عايز اتاكد من حاجه او اشوف حاجه. تمام ماشي. طيب دلوقتي ايه اللي جوه ال في بي ديت؟ بلاقي عندي ان انا عندي اير تيرمينال هنا، بخلي كليك يمين ده خصوص بتاعتي لو عايز اظهر فيها، بقول له شو عامل زوم عليها. طب انا عايز اشوفها في المنظر عادي اهي، جت اهيت. ال في في دي مش مرتبطة بيها غير واحدة بس، بينما ال في في ديت مرتبطة بيها اتنين. طب دي انا واحدة، اقول له شو كلوز، جاب لي ان هي مرتبطة بالاتنين دول فعلا. تمام، طيب ايه تاني موجود هنا غير السيستم؟ سبيس بولو فيو. بلا عندي سيستم وزون. الزون دي عبارة عن كذا سبيس مرتبطين ببعض. تمام، يعني ببص على زون 15 ديت، بص على كليك يمين بقول له ايه شو، بلا ان هي فيها تلات مكاتب لو انت تقفز دول. بلاحظ ان في بعض المكاتب ليه فيها علامة حمراء عليها، دي معناها ايه؟ لما تدوس على بروبرتيز هنا ده الكيوب ايبل مش هتعلم عليه، فلما بعلم عليه صح بتاخد اللون الاخضر كده تبقى كيوبل. حاسس ايه الفرق بينهم؟ تمام، ممكن ان انا ممكن اقول له ايه، لا انا مش عايز اشوف كل الحاجات دي، لا انا عايز اشوف الميكانيكال بس، جيب لي الميكانيكال بس. لا ده انا عايز اشوف الكهرباء، سيستم الكهرباء فاضي بس لو في شغل كنت هشوفه ميكانيكال. ده باختصار كل المتعلق بسيستم براوزر، وإن شاء الله هنشوف المشاريع بعد كده هنستخدمه ازاي. عمرو سليم.